الاول خلوني قبل ما اكمل معاكم الاخبار، عندي تقرير عن الرباط الصليبي والاصابات الطويله، وان ده تكرر اكتر من مره، او شبح يطارد الفراعنه دائما في كاس الامم الافريقيه. أكرم توفيق ليس الضحية الأولى للرباط الصليبي والإصابات الطويلة من المنتخب المصري في بطولة الأمم الإفريقية، فذلك الشبح المخيف لنجوم الكرة بات ضيفا دائما على الفراعنة قبل وأثناء البطولات القارية. وسقط أكرم توفيق ضحية قطع في الرباط الصليبي في مباراة المنتخب الأولى أمام نيجيريا، ليعيد إلى الأذهان حالات مشابهة انطفأ بريقها مع المنتخب على ملاعب القارة السمراء في العرس الإفريقي. أقرب هذه الحالات كان محمود عبد الرحيم جنش، والذي تعرض لإصابة قوية في وتر أكيلس خلال النسخة الماضية من البطولة، وخسر المنتخب الوطني مجهوداته في النسخة التي احتضنتها مصر بشكل استثنائي. أما أبشع الصدمات فكانت تعرض مروان محسن لقطع في الرباط الصليبي خلال نسخة الأمم التي أقيمت في الجابون 2017، وهي الإصابة التي أوقفت قطار مروان محسن المتوهج مع الكرة المصرية. ويملك المنتخب ذكريات سيئة مع الرباط الصليبي عبر تاريخ المحافل القارية، حيث حرمت هذه الإصابة عمرو جمال من الانضمام لمنتخب مصر في مباراتي تونس والسنغال بتصفيات أمم إفريقيا 2015، كما حرمت نفس الإصابة حسني عبد رب نجم الإسماعيلي في حقبته الذهبية من اللحاق بالمنتخب الوطني في نسخة 2006. فإلى متى يقع الفراعنة ضحايا لشبح الصليبي والإصابات الطويلة في بطولات الأمم الإفريقية؟